يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله I love you. Ingin kita selawat nak? Allahumma salli ala nabina. Allahumma salli ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. صلى الله وسلم عليه قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قد دل على المولى والسماء في الفضل إلى أعلى قنن قد دل على المولى والسماء في الفضل إلى أعلى القنن وأتى في هذا العلم بما قد زاد على أبهى فنن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن معرفة المولى فاتبعه على هذا السنن معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا السنن ورسول الله وسيلته فاضرب من هاتيك السنن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن وأساس بناء طريقته تطهير القلب من الدرن وأساس بناء طريقته تطهير القلب من الدرن فاسلك بالإسم المفرد يا صوفي وبالحق قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن إن وفن عن الأقوال فما يبقى إلا من فيه فني إن وفن عن الأقوال فما يبقى إلا من فيه فني وادخل أبواب الغيب وسل ما شئت وللأسرار صني قطب الأقطاب مدى الزمن
الشاذ لي وأبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي وأبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن واشرب كأس العرفان وذوق سر التوحيد ولا تكني واشرب كأس العرفان وذوق سر التوحيد ولا تكني وبحب رجال الله فدن وإمام الكل أبي الحسن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي وأبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي وأبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن والزم أعتابا طاهرة إن جئت حميثرة الوطن والزم أعتابا طاهرة إن جئت حميثرة الوطن وبعيذا من قف وتمرق ولروحك في القمر قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي وأبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي وأبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن واشكر لله وصل على طه في السر وفي العلن واشكر لله وصل على طه في السر وفي العلن وعلى قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي وأبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي وأبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن وابن اليعقوب جاء بلا دعوى في أثواب الكفن وابن اليعقوب جاء بلا دعوى في أثواب الكفن فاعطف يا مولاي عليه وعلينا جمعا في المنن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي وأبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذ لي وأبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن اللهم صل وسلم وبارك.
بك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه.